ركز بقى معايا كده، لان اللي هيفهم القاعده دي بجد هيبقى بطل. ليه بقى؟ لان القاعده دي فيها احتمالات كده زي الرياضه، لو جالك كذا هتعمل كذا، زي قاعده اف، او زي الناس اللي اشتغلت برمجه اللي هو اف الس زن، اف الس زن، لو لقيت كذا اعمل كذا، لو ما لقيتش كذا يبقى تعمل كذا، لو لقيت كذا مع كذا يبقى تعمل كذا، حاجه كده رايقه شويه. بس اهم حاجه نعرف بقى ايه هي بقى القاعده. بص، عندنا احنا مقسمين الحروف، حاجه اسمها فويست وحاجه اسمها فويسلس. يعني ايه فويست وفويسلس؟ فويست زي ب ف ج د ج ز، فاهم؟ حد كده صعيدي، الدبانه الرخمه دي طلعي يا وليه. المهم بعد كده بقى عندنا فويسلس، حاجه اسمها فويسلس. فويسلس بقى زي ب ف ك ت ش تباساتا كده، عارف حاجه كده فوفي قوي، تمام؟ فاحنا دلوقتي كل حرف من الحاجات الفويس دي ليه حرف مقابل من حروف الفويسلس. يعني حرف الب مقابل ليه حرف الب، حرف الف مقابل ليه حرف الف، حرف الج مقابل ليه حرف الك، حرف الد مقابل ليه حرف الت، حرف الجي مقابل ليه حرف الش، حرف الز مقابل ليه حرف الس اس، تمام؟ حرف ال ايه ده؟ مفيش حروف تاني؟ خلصنا كده. بعد كده بقى شوية حروف تانية بقول لك فويسلس برضو، بس ملهاش مقابل في الحروف الايه؟ الفويست. طيب تعالى بقى نفهم النطق بتاعهم هيبقى عامل ازاي. بيقول لك ان الحرف ده لو حطيناه في اخر الكلمة يبقى هيتنطق بالطريقة دي، واخد بالك؟ الحرف ده لو جه اخر الكلمة هننطقه بالطريقة دي، يعني كأنك خدته عادي جدا كده سوبلكس وديته هناك، ما هو آخر الكلمة يبقى هناخد الجنب الايه اللي في آخر الكلمة، تمام؟ وده طبعا مش هنتكلم فيهم كده كده، دول ايه؟ حروف لا صوتية. يبقى الحروف دي لو جت لآخر الكلمة تنطق ازاي؟ تنطق بالطريقة دي، يعني زي كلمة ايه؟ خد لي كده هنا القطة، زي كلمة خلب 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 خلب، تمام؟ زي كلمة أوسترف أوسترف، يعني مش أوسترف، لأ أوسترف. زي كلمة تشيت فيرك، هي مش تشيت فيرج المفروض تشيت فيرج، لأ هي تشيت فيرك. زي كلمة دروك دروك دروك، فاهم؟ في مزج شوية من الجه والك، دروك اللي هي صديق، دروك يعني مش دروج، لأ مش دروج، لأ دروك، تمام؟ جورد 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 مش جورد، جورد تمام، جورد تمام. موش موش وليس موج، موش تمام. جلاز جلاز، لا غلط، جلاس جلاس اللي هي العين. يبقى تاني من الاول الكلام كده، خلب 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 اللي هي العيش الخبز البريد، خلب تمام. اوسترف اللي هي جزيرة، تعال نكتب المعاني دي عشان نحفظها عشان هسمعهم. يبقى عندي خلب خلب اللي هي خبز، تمام. اوسترف جزيرة، اوسترف جزيرة. تشيت فيرك تشيت فيرك اللي هو الخميس، ثرس داي، تمام. تشيت فيرك تشيت فيرك تشيت فيرك، تمام. دروك دروك دروك، تاني دروك دروك صديق. بعد كده عندي جورد جورد اللي هي بمعنى كلمة مدينة، تمام. موش موش اللي هو الزوج، موش موش زوج، جينا زوجة، تمام. جلاس عين، لما نيجي نجمعها نقول جلازا، خدت بالك؟ جلاس عين واحدة، جلاس سه سنتها سه شوية، تمام. لكن لما نيجي نقول جوز عينين نقول جلازا، جمع جلازا جلازا، نطقت زه لانها مش في اول مش في اخر الكلمه، تمام. طالما مش جايه في اخر الكلمه تنطق عادي جدا جلازا، تمام. طيب ده كده خلصنا القاعده الان الاولى اللي بتقول لك ايه، طالما الحروف الفويس دي جات لي في اخر الكلمه تنطق بالطريقه دي. طيب القاعده الثانيه بقول لك الحروف دي لو جاء بعدها حرف من ده هتتنطق زي الحرف الثاني. يعني صاحب صاحبي صاحبي صاحب صاحبي يبقى صاحبي، واخدين بالكم؟ صاحب صاحبي يبقى صاحبي، يعني ده لو جه بعده ده يتنطق زي ده.
بننطق على الاخير، يعني بناخد القاعده على الاخير او بننطق الاخير. طب زي مين؟ تعالى كده نشوف الامثله. بص يا سيدي، عندي كلمه ايه؟ يوبكا يوبكا يوبكا، لوشكا لوشكا لوشكا، سكاسكا سكاسكا، افتوبوس افتوبوس، زافترا زافترا، مش زافترا مش زافترا، لا خالص مش هتركب معاك زافترا، تمام. فيتشرا فيتشرا فيتشرا، مش فيتشرا، لا فيتشرا فيتشرا فيتشرا، فيها فيه اه، يعني دي كلمه فيها فيه شويه بس مش الفيه الفيتشرا، لا فيتشرا فيتشرا، تمام. بعد كده عندي سكيتكا سكيتكا سكيتكا. طب تعال نعرف معاني كلمات دي ونطقها تاني من الاول. يلا، يوبكا اللي هي سكيرت او جيبه، سكيرت سكيرت، تمام، جيبه يوبكا يوبكا، يبقى دي اتنطقت ايه؟ به، يوبكا يوبكا، تمام. بعد كده عندي لوشكا 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 لوشكا، اللي هي ايه اللوشكا؟ اللي هي ملعقه او سبون. رايح فين انت؟ رايح فين؟ اثبت كده مكانك. ايوه الله يخليك كده، خلينا نكمل الحصه على خير، الله يبارك لك. لوشكا تاني، لوشكا لوشكا اللي هي ملعقة، تمام، ملعقة لوشكا. تمام، لوشكا ملعقة. بعد كده سكاسكا سكاسكا اللي هي ايه؟ قصة. سكاسكا سكاسكا مش سكازكا سكاسكا. خلي بالك لما اقول لك على سكاسكا قصة بتكون غالبا قصة خيالية بتاعت الاطفال، يعني مش قصة حقيقية. يعني مثلا لما اجي اقول لك بيسموها فيري تيل، قصة قصيرة وفيها بعض من الخيال او الحبكة الدرامية، تمام، مش قصة حقيقية. مثلا اقول لك مثلا قصة حياة فلان الفلاني، لا دي مش قصة حقيقية، لا فيها فيري تيل شوية، تمام. طيب بعد كده افتوبوس 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 اللي هو اتوبيس، افتوبوس مش افتوبوس أف... لا مش افتوبوس، افتوبوس اللي هو اتوبيس او بس، تمام، اتوبيس. طب بعد كده زافترا زافترا اللي هو بكره، مش زافترا زافترا اللي هو غدا. طيب امبارح فيتشرا، امبارح يعني غدا، زافترا امبارح فيتشرا، يعني نحفظ الكلمات دي يا شباب، نحفظ الكلمات دي امبارح او امس، تمام. اخر حاجه بقى اللي هتحتاج جدا في الصيدليه، سكيتكا، لازم تقولها لك كتير، سكيتكا يقول لك انا عايز سكيتكا سكيتكا، فين السكيتكا بتاعتي؟ ها فين السكيتكا؟ سكيتكا وليس سكيتكا سكيتكا سكيتكا، ايه مش جت يجي سكيتكا سكيتكا، يبقى تنطق ايه؟ ت، سكيتكا اللي هي خصم، تمام. طيب دي تاني قاعده، اللي هي ايه القاعده بتاعتنا؟ الحرف الفويس لما يجي بعده حرف فويس لسه يتنطق كلهم فويس لس مع بعض، تمام. طيب القاعده الثالثه بقى بيقول لك ايه؟ لو الحرف الفويس لس جه بعده حرف فويس يبقى نعكس بقى، هنعمل كده، واخد بالك؟ هنروح عكسين بقى، عايزين لون بقى مختلف، مفيش الوان مختلفه دلوقتي. حرف بقى ايه؟ جه كده، تمام؟ نمشيها كده بقى، تمام؟ يبقى الحرف الفويس لما يجي حرف بعده حرف فويسلس يتنطق فويسلس، لما الحرف الفويسلس لما يجي بعده حرف فويس يتنطق ايه؟ يتنطق فويس. واخدين بالكم؟ احنا كنا ماشيين كده، مع كده ينطق لي كده، طب لما يجي كده مع كده ينطق لي كده، تهتوا صح؟ طب تعالى نشوفها على الأمثلة. الأمثلة بتاعتنا اهي، أول حاجة إيه؟ ها؟ بروسبا 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 بروسبا، تمام؟ بعد كده عندي فاكزال 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 فاكزال، تمام؟ فاكزال. بعد كده ليه بقول فاكزال؟ عشان حرف الأودرينيا موجود على حرف الإيه ده؟ مش على الأو، فالأو دي تنطق أه، تمام؟ فاكزال فاكزال، تمام. اكزامن اكزامن امتحان، اكزامن اكزامن بتمد فيها شويه عشان ايه الاكودرينيا هنا، بس ما بنطقش اكزامن اكزامن اكز زي بالانجلش بالظبط، اكزامن اكزامن، تمام. بعد كده عندي زداتشه، لا مش زداتشه، لا خالص زداتشه على طول، زداتشه زداتشه تنطق ز، بتتنطق فويس لان الحرف اللي بعدها فويس، فبتنطقش زداتشه زداتشه، لا هتفتف على اللي قدامك، زداتشه على طول زداتشه، يعني السي دي هنا اتنطقت ز، الكي دي اتنطقت ج، تمام.
فاكزال الكي دي اتنطقت ج، بروسبا 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 مش بروسبا بروسبا، نطق فيها زين شوية بس. دي ليه نطقناها فيها سه شوية؟ عشان في هنا عندي ميخ جسنك، عندي ميخ جسنك، عندي ميخ جسنك، وطالما الميخ جسنك كانت بقى تعرف لازم تخففه، فبتتنطق شوية سه. تمام، بننطقها سنة سه، ولكن هي برضو بتتبع القاعدة بتاعتها، هي محترمة بين انها تتخفف بالميخ جسنك او تتنطق زه مع الب مع البي اللي جاي بعدها اللي هي التقيلة، فتنطق بروزبا بروزب، فاهم؟ بروزب بروزب، يعني هي فيها اولها سه وبتنتهي بالزه، بروزب 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 بروزز، فاهم؟ سز يعني بدأت بسه وانتهت بزه، بروزز بروز بروزبا. تمام، عندي نطق كده كأنك عامل كده بالظبط، ز ز ز. تمام، بروسبا. تمام، طيب نيجي بقى على اللي بقى. خلصنا كده. طيب نيجي بقى اديخ اديخ ادخ ادخ ادخ، ولا ليه بقى؟ لان احنا نسينا نحط الادرينيا، نحط الادرينيا اهو. ادخ ادخ ادخ، هنعتبر ان التيه دي اصلا مش موجوده، احنا كلناها. ادخ على طول، ادخ 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 ادخ. تمام، بعد كده ادليني ادليني ادليني، يعني اديليني يعني ديبارتمنت ديبارتمنت، يعني حاجه منفصله، قسم منفصل، قسم. تمام، اديليني اديليني برضو كلنا ت زي دي. تمام، يبقى دي قسم، كلمه مش مهم تحفظوها. اودخ ريست، راحه راحه، يعني نكتب عربي نكتب انجليزي، مش هنكتب فرانكو او نكتب انجليزي معرب، راحه ريست. تمام، اودخ اودخ. بعد كده سدات، لا زداتشا زداتشا، باقي باقي الفلوس، هتلاقي الزبون برضو يقولها لك، يقول لك ازدادشا بدولارو، ازدادشا دولار، يقول لك مثلا ازدادشا بفونتا في الي دولارو، يعني هتديني الباقي بالمصري ولا هتديني الباقي بالدولار؟ اللي هو مديك دولار مثلا، فتقول له لا انا لو انت عندك دولار هتقول له ايه؟ بدولار. لا انا عندي دولار فانا هديك الباقي بالدولار. تمام، في ناس بقى بتنصب على الزباين دلوقتي خاصة في حوار السوق السوداء، يديله يعني مثلا الزبون مديله 100 دولار، فهو واخد حاجات ب 2 دولار، فيديله الباقي بايه؟ بالمصري. يقول له معلش سعر الصرف في البنك ب 30 جنيه، او سعر الصرف في البنك ب 29 جنيه، خد الباقي مصري عشان ما عنديش دولار. انت حاطط الزبون قدام الامر الواقع، خاصة لو الزبون محتاج حاجة ضروري. فانت كده ايه؟ نصبت على الزبون، كده انت نصب على الزبون. فاهمين فاهمين الفكرة فين؟ فاهمين الفكرة فين؟ ان في فرق بين انك تدي سيرفيس للزبون وتاخد مقابل ليها، خلي بالك مهم جدا في المهنة بتاعتنا دي، عشان الموضوع شعراية ما بين الحلال والحرام. انا مش بحلل ولا بحرم، ولكن في فرق بين الزبون محتاج سيرفيس، بتقدم له السيرفيس مع الـ مع الـ مع الكونسلتيشن مع الدواء، وتاخد مقابل الكونسلتيشن والسيرفيس اللي انت بتقدمها، فرق بين انك تنصب على الزبون او تتحايل على الزبون، في تحايل على الزبون كده انت وصلت لمرحلة مشكلة. انا مش بحلل ولا بحرم يا جماعة، انا ماليش دعوة، انا ماليش دعوة بحد، ماليش دعوة بحاجة. تمام، طيب زداتشا زداتشا اللي هي الباقي. تمام، اكزامن تطق جه، اكزامن يعني امتحان عادي جدا زي الانجليش، اكزامن. بعد كده فاكزال، فاكزال اللي هي محطة، محطة قطر ومحطة ريلوي ستيشن. تمام، فاكزال فاكزال فاكزال، جي 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 فاكزال. تمام، بعد كده بروزبا بروزبا بروزبا، يعني بتنطق سه شوية يا جماعة شوية، بس هي في الآخر والأول، يعني في الأول بتنطق سه، في آخرها بتنطق سه، بروزبا بروزبا. تمام، ده ريكوست ريكوست طلب. تمام، بروزبا جاي من كي، من الفعل سبراسيت براسيت. تمام، نعيد كده تاني على القاعده الاول كده خالص، لو الحرف المصوت، الحرف الفويسد المصوت جه في اخر الكلمه بيتنطق حرف لا مصوت، بيتنطق خفيف، بيتنطق فويسلس. تمام، لو الحرف المصوت جه حرف بعده حرف غير مصوت، حرف فويس جه بعده حرف فويسلس، بيتنطق فويسلس تبع الحرف الاخير تبع الحرف التاني. يعني لو حرف غير مصوت فويسلس جه بعده حرف مصوت حرف فويست، بيتنطق زي الفويست. تمام كده خلصنا الجزء ده، هندخل بقى على حاجة مهمة جدا، الا وهي الكلمات اللي هنحفظها النهاردة. انا عارف ان اتقلت عليكم كمية كلمات كتير هنحفظها النهاردة اصلا من القواعد دي، وبرضه هناخد عليها ايام الاسبوع والارقام من 1 ل 10، بس كده الموضوع سهل وبسيط يعني.